اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه. المخابرات الامريكيه تسرب وثيقه تؤكد ان المخابرات الروسيه خلف كل تفجيرات ترانسنستريا، وهذا هو التطور الاستثنائي في حرب المخابرات واشتباكها خصوصا في هذه المنطقه. كما قلنا هناك سيناريوهان في البدايه. السيناريو الاول هو ان روسيا خلف هذه الاحداث، خلف هذه التفجيرات، من أجل تكرار نفس سيناريو كييف، يعني ضرب ما سمي برأس الذيل. وعلى كل حال فإن هذه الاستراتيجية استراتيجية معروفة، وكل العقلية الروسية تذهب بعيدا بهذا الاتجاه. المسألة الأخرى أن هناك أيضا من يرغب في اتهام كل من أوكرانيا ورومانيا ومولدوفيا من أجل الوصول إلى تحصين هذا الإقليم، وهذا الذي يتأكد من خلاله أن اللعبة اليوم هي لعبة تخدم الطرفين معا، وبذلك فالاتهامات ستكون متبادلة. لكن هذه الوثيقة هامة للغاية، إذ في 22 أبريل وجدنا فاديم شمالينكو سكرتير الدولة للطوارئ أو الأحوال الطارئة كتب رسالة إلى قائد منطقة فلاديمير بيشكوف من أجل ترتيب سريع الرابع مساء من نفس اليوم من أجل نقل وزارة الدفاع المدني إلى مكان آخر، مكان العنوان والحماية المرتقبة، بنية الحماية المرتقبة إن صحت الترجمة. إذن كان كل شيء مصنوعا مدروس من طرف FSB المخابرات الروسية من أجل مشاعر مضادة لأوكرانيا ولتركيا لتبرير الحرب على أراضي أوكرانيا. ولذلك جاء الاتهام مباشرة من صحفيين للبيرقدار وغيرهم، وهذا كله تحت درس مؤكد بأنه في 22 من نفس الشهر، أي أن الجنرال لوستان من كييف صرح بأن الجيش الروسي يريد زعزعة الوضع في دونباس وجنوب أوكرانيا، وهو الذي يرغب في صناعة ممر نحو ترانسنستريا. إذن مثل هذه الوثيقة التي رأيتموها أمامكم يتأكد من خلالها أن هناك ترتيب قبل التفجير بأربعة أيام، يتأكد من خلالها أن التفجير واقع، وأن نقل الوزارة التي عرفت التفجير إلى مكان آمن، وجميع الأرشيف وجميع العمليات كلها نقلت إلى مكان آخر. فكيف يمكن في هذه الحالة إلا أننا أمام أحد اعتبارين: أولا دخول الإقليم في حالة طوارئ، وكان متأكدا من أن حدثا ما سيكون، ولذلك فإن المخابرات الروسية قامت بهذا الإجراء وقائيا، وهذا كله من أجل أن يتأكد للجميع إمكانية حدوث ما حدث وحدث ما حدث. هل المخابرات الروسية هي التي تستطيع اختراق المخابرات الأخرى وتأكد لها أن الهجوم بالRBG 22 و 27؟ والسؤال الذي يتبادر للذهن: إن كان تقرير المخابرات الأوكرانية ذكر الRBG بأن هذه الذخيرة هي للRBG 22 و 27، وأيضا بالنسبة للمطار بأن الحالة حالة تفجير ولا علاقة له بالستين مليمتر بالنسبة للنيتو، وأن إمكانية وجود درون والبيرقدار كما ادعى صحفي روسي، كل هذا يسير باتجاه أن 22 موقعا وأيضا من صحف التليجرام وأيضا مواقع الصحفيين كلهم كانت لديهم هذه الإشارة إلى النيتو، فكأنها من محبرة واحدة. إذا احتمال أن تكون روسية احتمال واسع، لكن في نفس الوقت لا يزال هناك خيار شديد الأهمية بخصوص ما عليه الآن بتحديد الRBG 22 و 27. فلماذا 22 ولماذا 27 وليس في منطوق الرئيسة في المجلس الأعلى للأمن؟ ليس هناك سوى اتهام لما سمته بجهات
راغبة في الحرب وجهات قريبة من الحكومة المحلية المعلنة من طرف واحد. إذن تحميل المسؤولية من الرئيس إلى هذه الحكومة يساوي تماما محاولة أيضا القول بأن هناك رغبة أكيدة من طرف روسيا في اتهام الناتو من أجل زعزعة الوضع، وهذا ما سلف أن قاله بشكل مباشر وواضح جنرال وجنرال في الخارجية، يعني جنرال مع الخارجية وفي مبنى قريب من الخارجية، وكان واضحا أن المسؤول لوزارة الخارجية وكان هذا الجنرال مينيكاياف، كان واضحا ونقلنا بالصورة وأيضا بجميع مضامينه في هذا المؤتمر الذي قال فيه بالحرف ما ورد في وصول العملية بعد جنوب أوكرانيا وإلى إقليم ترانسنستريا. إذن الواقع الآن هو أن التواصل الجغرافي ممكن، وأن كل الإجراءات لإدخال هذا الإقليم في حالة طوارئ أيضا منطق واقعي، ولربح أوديسا لا بد من ربح هذا الإقليم، فهذا أمر منذ الحرب العالمية الثانية. يعني نتحدث اليوم عن تكتيك قديم، وهذا ما أشرنا إليه في الفيديو الماضي. إذن العملية كلها الآن بخصوص ما عليه الآن في ترانسنستريا، هناك اعتبار أساسي لنقل وجهة نظر أخرى، هي اتهام المخابرات الأوكرانية ومن ثم المخابرات الأمريكية لزميلتها الروسية أنها خلف كل ما جرى، وأن هناك تحديد بشكل مباشر للعملية. وهنا نطرح سؤال، المخابرات الأوكرانية هي التي أكدت على الار بي جي وليس المخابرات المولدوفية؟ المخابرات المولدوفية لم تعرف بالتأكيد لم تعرف الذخائر ولا التفجيرات. من جهة نجد روسية تقول بدرون أو تقول على الأقل بذخائر 60 مليمتر من الناتو دون ذكر البيرقدار، هناك من ذكر البيرقدار وهناك من ذكر الدرون، وكل هذا من أجل اتهام الناتو. في الاتجاه الآخر سنجد أن هناك من يحدد النوعية، ماذا حدث وما الذخيرة. إذن نحن نتحدث عن ذخيرة للآر بي جي، يعني قصف الآر بي جي وليس قصفا بذخيرة درونية. إذن الأمر يتجلى في قصف بالآر بي جي 2227 في حالتين، وبضبط أكثر بالنسبة للمطار. المطار أيضا قالت بشأنه المخابرات الأمريكية ومن ثم أيضا الأوكرانية بأن الار بي جي 27 هي التي قامت بهذه العملية. إذن كل هذا ويتأكد بشكل مباشر أننا أمام إعادة اعتبار بشكل واسع لما يجري، لأن إعادة تقدير الوضع الآن وبتسريب الوثائق وأيضا بتدقيقها يتأكد أن المخابرات الأمريكية خلف هذه العملية، أو الناتو عموما ويحاول الروس نعت تركيا في هذه المرحلة، أو أن العملية هي نتيجة عملية مسبقة قامت بها وأيضا رسمتها المخابرات الروسية. وفي كل الأحوال فلوضع المشاهد الكريم بين هذين، أولا معرفة من الذي قام بالعملية وما هي الذخائر. في الطرف الآخر يرى 60 ملمتر بأنها من درون، والآخر ينظرها من الار بي جي. والسؤال المباشر هو أن هذا الدرون لا يمكن أن يحمل 60 ملمتر إلا في حالات خاصة، يعني أنها موجهة لعمليات خاصة. وثاني مسألة أن حركة البيرقدار كما أشير تماما في تقرير أخير لوزارة الدفاع،
فهو من داخل أوكرانيا ولم يصدر أي قرار بعمليات من خارجها. السؤال المطروح الآن، رومانيا وأيضا قضية الدرون وتوصلت بسبع فقط وهي تحت تقدير خاص عملياتي، وبالتالي فإن هذه الإمكانية في نظر الغربيين مستبعدة، ولذلك فالاتهام المباشر وبهذه الوثيقة يوجه البنان مباشرة للمخابرات الروسية، وهذا الذي يتأكد الآن أننا أمام ذخيرة 60 ملم بالأربيجي أو بالدرون، وأن أهمية معرفة هل كان الوضع في انتشار الأربيجي، فإن الأربيجي وبخرائط العملياتية التي حول المطار وبالنسبة للأربيجي 27 فإن هذه الإمكانية واضحة، ولكن في نفس الوقت فإن التقديرات تذهب إلى أبعد بخصوص استخدام مدروس لهذه العملية، وبالتالي فإن هذا الإجراء إجراء لتوريط ودفع الإقليم إلى حالة الطوارئ، وقد أعلنت من 22 من هذا الشهر. في كل الأحوال هذه عملية في صالح الأمريكيين والأوكرانيين وأيضا من الطرف الآخر الروس، فالكل يريد ألا يكرر الروس ما قاموا به في دونباس أن يكون في ترانسنستريا، فلا يمكن تكرار هذا السيناريو. وبالنسبة للروس فعليهم أن يقوموا بعملية لاستنهاض حالة الطوارئ في الإقليم، وهذا مرغوب فيه. لذلك فالعملية الآن متواطئ بشأنها والكل يتهم الكل، لكن في واقع الأمر فهذه العملية عملية تخدم كل الأطراف، لا الجبهة الرومانية الأوكرانية المولدوفية وبالتالي دعم البيرقدار الروماني، أو أننا أمام اعتبار أساسي لتهمة قبل، يعني أن الذي نفذ العملية مستعد أيضا للقول بأن الأربيجي 22-27 ولذلك جعل هذه الذخيرة بالنسبة للدرون موجهة بالأساس كأن نفس البصمة ونفس الإطار الذي وقع في هذا الهجوم، يعني أن لا يمكن التمييز الآن ما بين درون وما بين الأربيجي، وفي هذا الغموض الاستراتيجي تعيش هذه العملية لخدمة الصراع الموجود الآن داخل الأمريكيون على الخط. الأوكرانيون الآن يعرفون ببساطة شديدة يعرفون ماذا حدث، ورغم أنهم يعانون وبشكل كبير جدا فهم الذين سربوا هذه الوثيقة. فهل يعقل أن لا تكون لدى الحكومة المولدوفية المعلومات وتكون في أوكرانيا، وتكون أوكرانيا التي تواجه حربا تكون لديها الدقة والعملية أين وكيف والوثائق وإلى آخره؟ إذن هذا تعاون أمريكي في الموضوع. وأخيرا سنرى وبشكل مباشر أن مولدوفيا قررت أن تكون المخابرات الأمريكية على أرض مولدوفيا، معنى ذلك أن هذه العملية عملية لديها ما بعدها تماما كالروس وهكذا. ففي ظل هذا الغموض ننقل وبشكل واسع طريقة المخابرات التي تتواطأ من أجل عملية يريد طرفاها أن يضع إقليما ما تحت الغليان. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.